كما أن هناك فن الهبوت الذي يعد أكثر الفنون انتشاراً وشعبية في محافظة ظفار، وهو غناء رجالي جماعي له أغراض كثيرة مثل الحكمة والنصح والصلح والمدح والفخر والنجدة. وفي الهبوت ينتظم المشاركون في صفوف يتلو أحدها الآخر في انتظام متقن وتراص دقيق، ويكون في مقدمة الهبوت الشيوخ والوجهاء وكبار السن، ويحمل المشاركون أسلحتهم من بنادق وسيوف على أكتافهم، إضافة إلى لبسهم للخناجر والمحازم في بعض الأحيان، وهم يرددون كلمات زامل الهبوت، والتي تختلف باختلاف الزامل الذي يتناسب مع المناسبة المؤدى فيها، بحيث تردد المجموعة الأولى المكونة من نصف المشاركين شطر البيت الأول، بينما ترد المجموعة الثانية شطر البيت الثاني من الشلة، وهكذا بشكل مستمر ومتواصل حتى التوقف. ويتقدم الصفوف الشباب حاملي السيوف ونصل الخناجر بالقفز قفزات عالية تدل على القوة والشجاعة. وللهبوت في محافظة ظفار مناسبات وأعراف وضوابط تقام فيها، وكذلك لكل فئة أو بيئة اجتماعية في المحافظة لها هبوت خاص وشلة خاصة، منها هبوت البادية وهبوت المدن وهبوت الأرياف، ولا يختلف الهبوت من حيث الأداء والتنظيم، ولكنه يختلف من حيث الشلات والأوزان اللحنية والسمة التي تميز كل منطقة عن أخرى.